ورحمة الله وبركاته في مدارس جامعة العلم الأهلية. معكم السيد سرور فاضل، معلمة اللغة العربية. سوف أتواصل معكم من قبل نصف السنة. أنا أحدثت المفاعيل المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، المفاعيل الثلاثة. موضوع اليوم اللي هو بعد نصف السنة اسم إعراب الفعل المضارع. خلي أسترجع الفعل المضارع، إنه هو يجب أن يكون لا ماضي ولا أمر. موضوع اليوم اسمه إعراب الفعل المضارع. بما أنه هو إعراب الفعل المضارع يخص فقط الفعل المضارع، بما معناه لا ماضي ولا أمر. لا ماضي يدل على الزمن الماضي، أو الأمر يدل على الطلب. الفعل المضارع بما معناه أنه أنا هو أول شيء أعرف الفعل المضارع. يدل على زمن الحاضر أو المستقبل. الفعل المضارع هو فعل تدل على حركة أو عمل، بما معناه أنه أنا أدل على الحاضر أو المستقبل. الحاضر يعني الوقت الحالي أو المستقبل اللي راح يصير في فيما بعد. ملاحظة عندي تقول، ملاحظتي كيف أعرف أن هذا هو فعل مضارع؟ توجد في اللغة العربية حروف أنيتو، مجموعة حروف أنيتو. في اللغة العربية مجموعة حروف أنيتو ألف نون ياء لام. إذا إجاني حرف واحد فقط في الفعل فيسمى هذا الفعل فعلا مضارع، مثل قرأ. ماضي، قرأ ماضي. إذا أخذت حرف واحد، حبتي بالحرف الأول، إذا أخذت حرف واحد فيسمى هذا فعل مضارع. يعني تنزل قرأ وأنزل وياها أسحب من عند حرف الألف، تمام، صار عندي هذا فعل مضارع. فعل مضارع وأحط هنا ضمة، هذا حرف واحد، تمام. إذا أخذت الحرف الثاني اللي هو نون، أنا مو عندي ألف نون ياء تاء، أخذت الألف راح آخذ هسه النون، تمام. قرأ نفسها تنزل وأنزل وياها تمام. أقرأ، نقرأ، هذا فعل مضارع. إذا لحد هسه أنا متفعلية صار المضارع، حولتها من الماضي إلى المضارع. حرف واحد أحد الحروف إذا إجا وموجود في الفعل فيسمى هذا الفعل فعل مضارع. نجي هسه لي يا قرأ، نفسها آخذها نفس الفعل قرأ، تمام. وإذا موجود يمين هذا الياء يقرأ. إذا أنا عندي هذا حسمي فعل مضارع، صار عندي أ ن إي ألين، يبقى لي الحرف الأخير اللي هو للتأنيث. مثلا أقول قرأ، أحول من الفعل الماضي إلى الأمر بأحد حروف أنيتو. أنيني هي فقط التاء. أنيني. أنزل قرأ. شلون راح أحولها من الماضي؟ هي بعدها ماضي، شلون راح أحولها؟ عندما أختار الحرف الأخير التاء في بداية الفعل. تقرأ، أنزل علامة الضمة اللي هي للفعل المضارع. لحد هنا عرفت اني شلون حيكون الفعل المضارع وشلون اميزه عن بقيه الافعال الماضي او الامر، تمام. بدايه نجي للاعراب. الاعراب انا تعلمته، موضوع اليوم اسمه اعراب الفعل المضارع. بما انه هو انا عرفت هسه الفعل المضارع شلون اميزه عن بقيه الافعال اللي هي قرأ، اقرأ،
قرأ نقرأ قرأ يقرأ وقرأ تقرأ. إذن أنيت أنيت كم حرف؟ إجتني كل الحروف لو بس حرف واحد فقط، حرف واحد إجاني تمام. نيجي هسه نضمن للفعل إعراب الفعل المضارع. بما أنه هو إعراب إذا موضوع الدرس اسمه إعراب، كيفية إعراب كيفية إعراب بالصف الخامس. الفعل المضارع يجب أن يكون مرفوعا. الفعل المضارع يجب أن يكون مرفوع. إذا الفعل المضارع مرفوع دائما. إعراب الفعل المضارع مرفوع دائما. الفعل المضارع من أجي أعرف أقول إن الفعل المضارع يجب أن يكون مرفوعا دائما. تمام. من أذكر هنا أقول يكتب التلميذ الدرس. نأتي للفعل يكتب. شلون اعرف انه هو ماضي لو امر لو مضارع؟ يكتب الياء هل موجوده من مجموعه حروف انيت الي؟ هذا الياء هذا الياء هذا حرف الياء هذا حرف الياء. اذا سوف اعرف الفعل فعل مضارع. عرفت مين من هذه الياء؟ تمام. مرفوع لو منصوب؟ عندي معلومة أن الفعل المضارع مرفوعا دائما مرفوعا. إذا شنو اللي يأكد لي أنه هذا فعلا مرفوع؟ من خلال الضمة من خلال الضمة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. تمام. شلون أنا راح أعرف هي العلامة للرفع؟ علامة الرفع من ألاحظ أنه أقف فوق ضمة، إذا أسجلها نفسها رفعي الضمة. ظهرت على الحرف الأخير لو ما ظهرت الباء من حرف أخير إذا سوف أكتب الظاهرة على آخره. تمام. الفعل المضارع بعد ما أخذت إعراب الفعل المضارع وذكرت أنه ما يكون مرفوعا دائما وذكرت جملة يكتب التلميذ الدرس فيكتب تكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الدرس هسه كيفية نصب الفعل المضارع. ذكرت انه هو مرفوع دائما تمام. هسه حاليا كيفية نصب، شلون انصب كيفية يعني شلون انصب الفعل المضارع؟ عندما انصب الفعل المضارع عندما تدخل احد ادوات النصب، بما معناه انه انا عندي ادوات تنصب الفعل المضارع اذكرها لن وان. كم حرف عندي؟ حرفين اللي هي ال ولن. كم حرف عندي؟ حرفين. ينصب الفعل المضارع ينقلبه من مرفوع الى منصوب، ينقله من مرفوع الى منصوب لن وان. كم حرف؟ حرفين ان ولن. ذكرت اني يكتب فعل مضارع زين، من اذكر هنا أنا يكتب حذكر عليها واقول انه هي فعل مضارع مرفوع. تمام. شلون احول من المرفوع الى منصوب؟ ادخل عندي لن وانزل الفعل يكتب. بما انه هي لن دخلت على الفعل فتحول من المرفوع من الضمة الى فتحة، تحول الفعل من المرفوع الى منصوب، يعني من الضمة
اللي هو ما مسبوق اي اداه وحده الفعل، ما موجود اي شيء قدامه، الى لن تدخل على الفعل المضارع من الضمه الى الفتحه، لان الفتحه علامه للنصب. فاذكر واكتب على الفعل المضارع فعل مضارع. انتبه، هل سبقت باحد ادوات النصب اللي هي لن وان موجوده؟ نعم. اذا فعل مضارع منصوب. من اللي نصبت الفعل المضارع اللي هي لن؟ ترى لن يكتب او عندي لن يسافر. تمام، يسافر ما خليت لها اي حركه. انتبه، لن يسافر هل سبقت باحد ادوات النصب؟ لن وان مسبوقه؟ نعم مسبوقه. فاذكر انه هنا اخليها علامه النصب، ضمه ام فتحه؟ اضع علامه الضمه اذا كان لن يسبق بأداة نصب، وأضع علامة الفتحة إذا سبق بأحد أدوات النصب اللي هي لن وأن. تمام، هل مسبوقة بلن؟ نعم مسبوقة، فأضع علامة أو حركة فتحة، علامة النصب. فعل مضارع، أكتب عنه فعل مضارع منصوب. حتى وأن لم أضع علامة الفتحة، لم أضع علامة الفتحة، فعندما أجد حرف النصب اللي هو لن، فأذكر إنه هو فعل مضارع منصوب. إذا أن ولن تنصب الفعل المضارع. تمام، راح آخذ هنا أمثلة. أمثلة، أذكر لن أتأخر عن الموعد. تمام، أين الحرف أو أين الحرف الناصب؟ أين الحرف الناصب؟ لن حرف الناصب دخل على الفعل المضارع. يا فعل، هذا الفعل عندما دخل على الفعل هل أضع حركة الضمة؟ أضع فقط حركة الفتحة، لأن لن تنصب الفعل المضارع وعلامة النصب هي الفتحة. عند الإعراب، عند الإعراب في الفعل المضارع، أذكر أتأخر فتح، أتأخر فعل مضارع. تمام، فعل مضارع أتوقف، هل هو مرفوع مسبوق بأداة نصب لو ما مسبوق؟ انتبه، مسبوق لو ما مسبوق؟ مسبوق بأداة نصب. إذا مرفوع أو منصوب؟ أذكر إنه هو منصوب، مرفوع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه. ما هي العلامة الموجودة في فوق الفعل؟ الفتحة. إذا علامة نصبه الفتحة. هل ظهر في الحرف الأخير؟ نعم ظهر في الحرف الأخير، نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نأخذ مثال عن أن. ذكرت لن تأتي في وسط في بداية الجملة، أما أن فتأتي في وسط الجملة. إذا أقول أريد يفوز فريقنا. تمام، أريد يفوز فريقنا. إنه أنا عندي أدوات اثنين، لن تأتي في بداية الكلام، بينما أن الثانية تأتي في وسط الكلام. أريد يفوز فريقنا، أبديها أن. أريد أن يفوز فريقنا. إذا بدأت في بداية الكلام لو في وسط الكلام؟ بدأت في وسط الكلام. إذا عندما تدخل أن أو لن على الفعل المضارع تحوله من المرفوع إلى المنصوب. إذا أضع علامة فتحة، وعند الإعراب أذكر يفوز فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تمام، بعد ما أخذت الفعل
الفعل المضارع المرفوع اذا لم يسبق باي اداه نصب. تمام. واخذت نصب الفعل المضارع اللي هو يكون مسبوق باداه النصب لن او ان اللي لن تاتي في بدايه الكلام وان تاتي في وسط الكلام. تمام. الان كيفيه جزم الفعل المضارع. بما معنى ان الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. بدايه افهم معنى كلمه جزم. بدايه افهم معنى كلمه جزم. الرفع انا اعرفه بالضبط، والنصب معناه انه علامه الفتحه. زين، معنى كلمه جزم وهي جديده عليكم، جزم معناته ممنوع من الحركه. معنى كلمه جزم ممنوع من الحركه. واضح؟ يعني لا ضمة ولا فتحة. تمام. كيفية جزم الفعل المضارع؟ إذا نصبت بلن وأن، إذا جزمت بأحد أدوات الجزم، أجزم الفعل المضارع أحد أدوات الجزم اللي هي راح أذكرها هنا، ل لم بالميم مو بالنون، لن لم و لا النافية. كم وحدة عندي؟ أدوات اثنين، لن ولا. لن تأتي في بداية الجملة ولا نفسها، ما عندي أي مشكلة، عكس ما ذكرت بأدوات النصب اللي هي لن تأتي في بداية الكلام ولن تأتي في الوسط. عندي بالجزم اللي هي أجزم بما معناه أمنع الفعل من الحركة. لم ولا. مثلا عندي يتأخر، يتأخر إذا بالضمة. لماذا ذكرت ضمة؟ لأن أني يتأخر، يتأخر بالضمة، لأن بتلاحظون أداة نصب موجودة، أداة جزم لم ولا أو لن وأن ما موجودة، هحولها من المرفوع إلى المجزوم. اذكر ان انا لم يتاخر. اذا امسح الضمه واضع علامه السكون، لان منعت الفعل من الحركه مال الضم ومنعت الفعل من حركه الفتحه. لم يتاخر واكمل الجمله عن الموعد. تمام. تؤجل جنوب عملك اليوم إلى غد. تمام. أين الفعل؟ تؤجل مرفوع لو منصوب؟ أجل. انتبه لهنا، هل مسبوقة بلن أو أن؟ ما مسبوقة. مسبوقة بلم أو لا ناهية؟ ما مسبوقة. إذا نعم فعل مضارع، أحوله من المرفوع إلى المجزوم عندما أضع علامة أو أضع حرف لا ناهية. هذه لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. زين، الحركة أبقيها ضمة؟ أنا مو قلت إنه لم ولا تجزم الفعل، تمنع الفعل من الحركة؟ إذا أمسح الضمة وأضع علامة السكون. بما معناه أذكر لا تؤجل إل، ذكرت تؤجل أو تؤجل بالفتح، منعت الفعل من الحركة، فيجب أن يكون فعل مضارع. تمام. انتبه للحركة قبلها، أداة جزم لو نصب؟ جزم. إذا يكون فعل مضارع مجزوم. هنا أمثلة للإعراب، أمثلة كيف أعرف الفعل المضارع؟ نأخذ لا تؤجل. وأضع علامة السكون. فعل مضارع. أنا عرفت إنه شلون أعرف الفعل المضارع؟ من خلال تاء مال مجموعة حروف التي تؤجل. زين، هل هو مرفوع؟
أم منصوب أو مجزوم عن صرف، عندي ثلاث حالات الفعل المضارع، رفعاً ونصباً وجزماً. هل مسبوق؟ هل ما يعني أكو شيء موجود قبل ولا مو موجود؟ موجود زين، أما لن أو أن أو لو ولو موجودة لا من أدوات الجزم، لو من أدوات النصب أدوات الجزم، لن ولا هي من أدوات الجزم، فيعرف فعل مضارع مجزوم. لماذا ذكرت أنه هو مجزوم؟ من خلال حرف أو من خلال أداة الجزم اللي هي لا، جزمة الفعل اللي هي منعتها من الحركة، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه تمام. السكون ممكن أقول ضحك على الحرف الأخير، هذا الحرف الأخير، هذا السكون موجود، السكون الظاهرة على آخر تمام. وإذا عربت لم يتأخر، نفس الحالة، لم يتأخر، وأضع علامة السكون لأن لم تمنع الفعل من الحركة، لم يتأخر، نفس الوضع، لم يتأخر فعل مضارع، لم أداة جزم، إذن اكتب عنه مجزوم وعلامة جزمي السكون الظاهر على آخره. إذن إعراب الفعل المضارع، أرجع للعنوان، إعراب الفعل المضارع، رفعاً إذا لم يسبق بأداة نصب أو جزم، ونصباً إذا سبق بأحد أدوات النصب اللي هي لن وأن، ويسبق في حالة لولا عندما أذكر أنه مجزوم. إذن كم حالة عندي؟ رفعاً ونصباً وجزماً. إذن للفعل المضارع أو إعراب الفعل المضارع له ثلاثة حالات. حالة الرفع، يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأدوات النصب لن وأن أو أدوات الجزم لن ولا بأحد، وتكون علامة رفعه الضمة. الحالة الثانية اللي هي حالة النصب، كيفية نصب الفعل المضارع؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أدوات النصب لن وأن، وتكون علامة نصبه الفتحة. إذا الفتحة شو كنت أخليها؟ للن وأن تمام. والضمة شو كنت أخليها؟ إذا ما شفت قدامي لا لن وأن، أو ما شفت قدامي لا وأن تمام. نجي هسه الحالة الثالثة اللي هي حالة الجزم، يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد أدوات الجزم اللي هي لن ولا، وتكون علامة جزمه السكون. إذا السكون إما تابعة للن ولا، والفتحة إما تابعة للن وأن. إذا والضمة ما بيها لا أدوات النصب ولا أدوات الجزم. هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم في حالة إعراب الفعل المضارع، وإن شاء الله قد استفدتم من خلال هذه المحاضرة.